كيف يفكر مارسيل كولر في مباراة أوراوا ريدز؟ بالتأكيد طبعاً، وأنا قلت في حلقة امبارح اللي طبعاً اللي بيتابعوا السادسة أول بأول، قلت إنه هذا الرجل الحقيقة مع المستويات والشكل والأداء اللي ظهر به الأهلي تحت قيادته في كأس العالم، ومش بس في النسخة دي، لا كمان في النسخة اللي فاتت، هذا الرجل الحقيقة استحق إنه يكتب اسمه في تاريخ الفائزين بميدالية في بطولة العالم للأندية. وأعتقد إنه الفرصة مهيئة إن شاء الله لو الأهلي ظهر بنفس الحالة اللي ظهر عليها قدام اتحاد جدة ونفس الروح اللي ظهر عليها قدام فلومينينزي، أعتقد إن شاء الله قادرين نحسم الميدالية البرونزية وتكون رابع برونزية، وده هدف يهم جمهور النادي الأهلي جدا. مخطئ من يظن إنه الجماهير يعني فقدت دوافعها أو فقدت طموحها بعد عدم قدرتنا على التأهل للمباراة النهائية. صحيح كنا بنحلم، وصحيح كنا قريبين، وصحيح كنا نقدر، كان يعني الفرق بيننا وبين النهائي تفاصيل صغيرة جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن الجماهير ثق تماما انها لن تتنازل عن ميدالية برونزية جديدة ان شاء الله في كأس العالم، ونحن بإذن الله لها. مارسيل كولر اللي تعرض لحملة من الانتقادات، انا ما شفتش الحقيقة جهاز فني ناجح بيتم انتقاده زي الأجهزة الفنية اللي تيجي نادي الأهلي. يعني اي مدير فني يجي نادي الأهلي يجيب لقب هنا ولقب هنا وبطولة هنا وبطولة هنا، ويجي يشتغل في ظروف صعبة، ويجي يشتغل في وقت ضيق، ويجي يشتغل في كم رهيب من المباريات وكم كبير من البطولات ومستوى منافسة ما بيتعرضش ليه أو ما بيواجهوش أي فريق تاني في مصر، وينجح مرة واثنين وثلاثة، وتلاقي برضو ما حدش شايف غيره. يعني ما حدش بيشوف المديرين الفنيين للأندية التانية طب نتائجهم ايه. انا طبعا احنا يعني لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد النادي المنافس لينا او الانديه المنافسه لينا، سواء في دوري الابطال سواء في دوري المحلي او في البطولات المحليه بيعملوا ايه، لكن يبقى شويه هنا وشويه هنا. يعني بصوا كده لبقيه الفرقه المصريه، بصوا ازاي بتلعب مرتاحه، بصوا ازاي ما بتتعرضش لضغط كبير جدا في عدد الماتشات او مستوى المنافسه، وبصوا لنتائجهم. وسمعونا نقد هنا، فلما تسمعونا نقد هنا يبقى الموضوع مقبول، يبقى الموضوع يبان كده انه منطقي على الاقل، يمكن ما يبقاش موضوع اكيد لكنه على الاقل يبقى فيه شيء من المنطقيه. خد بالك الجماهير النهارده بقت بتميز القنوات بالالوان، بقت بتميز البرامج بالالوان، بقت بتميز المحللين بالالوان، يعني معروف التوجه ايه. فبالتالي فكره انك يبقى ليك مصداقيه كمحلل او كمقدم برامج انتهت، اتعدمت، انتفت. فبالتالي دورك فقد للصلاحية على كل الأحوال. طيب امبارح مستر كولر بعت كارلوس بيرينجر وكابتن سامي قمصان وياسين ميكاري حضروا مباراة السيتي وأوراوا ريدز في ملعب المباراة عشان يقدموا تقرير مفصل عن الفريق اللي هيلعبه الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة. فريق يمتلك سرعة ومنظم جدا. يعني لو أنت مثلا لو بتقارن حقيقة لو بتقارن مثلا أوراوا ريدز، خد بالك أوراوا ريدز بيشارك في البطوله دي كبطل ابطال اسيا، كبطل دوري ابطال اسيا. اتحاد جده بكل نجومه بسلطاته بابا غنوجه بيشارك كبلد مضيف، يعني هو البلد المستضيف للبطوله. ففي النهايه انت بتقابل فريق كبير لا يقل باي حال من الاحوال على الانديه السعوديه اللي سرقت الاضواء، يعني هي سرقت الاضواء حقيقي، هو ده المصطلح اللي ممكن يتقال على الدوري السعودي، الهلال، الـ 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 النصر، الاهلي، اهلي جده، اتحاد جدة، سرقوا الأضواء من الكرة الآسيوية بشكل كبير جدا بفضل الصفقات طبعا والنجوم الكبيرة، طبعا نجوم كبيرة جدا بتلعب النهاردة في الدوري السعودي. لكن لما تيجي تتكلم كورة لا، القصة مش أسماء ومش نجومية على الإطلاق، انت هتلاعب بطل دوري أبطال آسيا. صحيح ما نعرفش حاجة عن الكرة في اليابان، خد بالك اليابان دي يمكن كنت بتكلم مع كابتن فتحي نصير امبارح، اليابان دي الكرة اتطورت فيها، الناس دي حاطة خطة في 2050. كنت سمعت دوكيومنتري كده أو يعني وثائقي بيتكلم على إنه اليابانيين حاطين خطة من 20 سنة فاتت إنه في 2050 منتخبه بيبقى بينافس على كأس العالم. فالقصة عند الناس دي علم ودراسة وبرامج وبيتحركوا بمنهج معين. اليابان اللي ظهرت في كأس العالم الأخير طبعا مش منتخب، ما أقدرش أقول لك إنه هو منتخب عظيم ومنتخب كبير قوي، لكن في النهاية لما تقارن اليابان النهارده باليابان من 20 سنه فاتت هتجد طفره. لما تقارن مصر النهارده بمصر من 20 سنه فاتت هتلاقي كيرف باستثناء الاهلي، يعني مش شايف حاجه منوره. يعني بصراحه يعني مش شايف حاجه منوره. اللهم هنا ممكن بطوله، هنا ممكن منتخب، لكن
نظام وفكر ورؤية مستدامة، ناس بتخطط للكرة المصرية مش كأس العالم 2026، كأس العالم 2034. لا يعني أنا لو سألت حد في المسؤولين في اتحاد الكرة النهاردة، هو احنا ايه خطتنا بالنسبة لكأس العالم 2034؟ في خطة موجودة، في سيناريو محطوط، في برامج احتكاك معمولة، في تخطيط لمسابقات محلية دوري وكاس ترفع من المستوى شوية. كابتن فتحي بيقول لي امبارح الدوري في مصر جايب الاهلي تحت، يعني الاهلي بقول له، يعني كنت بقول له هو ايه النقله دي؟ يعني كتير من الاهلاويه كانوا خايفين وهم رايحين يلعبوا بطوله العالم واتحاد جد على ارضه وفي وسط جماهيره، بنزيما ورومارينيو وكورنادو وفابينيو وكانتي، عالم تاني خالص. فالاهلي يعمل شو عالمي من تعادل مع سموحه والجونه ونتائج مش يعني مش مرضيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فيحصل النقله دي؟ قال لي اه، مستوى المنافسه بيجدد الدوافع عند اللعيب، احنا هنا ما بنلعبش كوره. على كل الاحوال خليني اقول لكم المستجدات فيه، وفي حصل كتير طبعا، احنا مركزين في كاس العالم وناسين طبعا بطولات افريقيا. تعالوا نشوف اخبار نتائج بطوله دوري الابطال ايه، وخصوصا طبعا اللي يهمنا بشكل كبير جدا مجموعه النادي الاهلي، لانه حصل فيها او جدد في الامور امور والمنافسه اصبحت مشتعله. المباراة اللي جاية بالنسبة لنا إن شاء الله بعد ما نخلص كأس النخبة، بطولة كأس السوبر أو البطولة المستحدثة يعني أو السوبر المصري في شكله الجديد، هنروح لمواجهة شباب لوزداد، والدنيا قربت بشكل كبير جدا بعد غياب الأهلي عن الجولة دي نتيجة مشاركته في كأس العالم. تعالوا نستعرض مع حضراتكم نتائج بطولة دوري أبطال إفريقيا ونشوف موقف مجموعة الأهلي إيه.